السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج حياتنا. بداية أسبوع إن شاء الله تكون سعيدة على الجميع. مسي عليك بالخير محمد. مسي عليك بالخير نايف، ومسي على جميع مشاهدينا الكرام في أسبوع جديد إن شاء الله يكون عامر بالنجاح والإنجازات في بلادنا الغالية قطر. بالتأكيد يعني اليوم فقراتنا متعددة، لكن الأهم متى آخر مرة رحت الوكرة؟ والله صار لي يعني كم شهر تصدق؟ لا فاتك الكثير عيل، لأن اليوم راح نرصد ملامح التطوير المستمر في مدينة الوكرة، كما نرصد معايير قبول الطلاب لالتحاقه بالبكالوريوس للفصل الدراسي ربيع 2018، كما نسلط الضوء على تفاصيل المهرجان التراثي الذي نظمه مركز شباب برزان. وبالتأكيد احنا مستمرين معاكم بتغطياتنا وأخبارنا المستمرة، دائما الجديد يكون عندنا نصاري. احنا دائما يعني مثل ما عودنا مشاهدينا الكرام نروح معاكم الى فقره لاهم الاخبار اللي تصير في بلادنا الحبيبه قطر، حيث يعني من اهم الاخبار افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفه الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لامن المعلومات في القطاع المالي تحت عنوان الاختراقات الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد اللي ينظمه مصرف قطر المركزي، وذلك بفندق شيراتون الدوحة، ويعني هذا صادف صباح اليوم. بالتأكيد يعني من أهم المواضيع ومن أهم الأشياء اللي تهمنا نتكلم عن الاختراقات، نتكلم عن أمن المعلومات بشكل عام. ما يختص الموضوع بس في الأمور المصرفية، في أمور الدولة والحكومية، وكذلك حتى بالأمور الشخصية. يعني ما تخاف يوم من الأيام تدخل مثلا على تويتر تلقى حسابك مثلا مخترق. يعني هاي نايف يعني حاليا هو الشغل شاغل عند الجميع بالتاكيد، انه شلون تقدر تحمي حساباتك، تحمي يعني ايضا البنوك تسعى ان تحمي حساباتك عندها في البنوك. يعني هاي مشاهدينا الكرام حاليا من اهم المنتديات يمكن اللي تصير في دوله قطر، وهو يعني تواصل عفوا يعني القطاع التعليمي. بالتأكيد يعني وقبل هذا كله الأهم من هذا إن شلون نحمي نفسنا، شلون نكون إحنا متواصلين مع أهم التطورات في الحماية لجميع الأمور التقنية. إحنا مستمرين في الأخبار معاكم واستعدادات القطاع التعليمي في الدولة لاحتفالات اليوم الوطني. تفاصيل أكثر نشوفها معاكم في هذا التقرير. فوق الثريا والمعالي بلادي، ربي حباك بقايد وشعب مقدام، شعب الوفا أهل البحر والبوادي، تفدي قطر وتعيش في ظل الإسلام. شارك لأني أنا أحب أترك بصمة كبيرة في دولة قطر، وأحب أني أحيي تراث شعبي عن طريق مشاركتي في مسابقة عد القصيد. قم واسأل الوقت ماضي وتالية، وإيش قال مظلومنا عن طيف أزعتنا، نتنفس الصعب اللي مثله وزيه، طوعين الصعايم من طناختنا. هذه فعالية وطنية ومشاركتهم تحفز الروح الوطنية عندهم، وبيض الله وجيهم على كل حال، ما قصروا البنات والعيال كلهم ما قصروا صراحة. هو يتأهلون ستة، والله فيهم صراحة يمكن فيهم أكثر من العادة، هذا المميز الله يعين لجنة الفرز هم اللي توهقون فيهم، لأن فيهم مميزات يتنافسون في الأداء، وحنا نقيمهم على حفظ القصيدة، مو على القصيدة، على حفظ القصيدة وعلى إلقائها وعلى وضوح الصوت وعلى لغة البدن أثناء إلقاء القصيدة. أنا جاية علشان أقل قصيدة أرفع راس تميم وأرفع راس قطر. يا أمير دولتنا قطر، يسرك الحال، الشعب في عهدك بخير وسهالة، ولا أنا ما ينقص بكل الأحوال إلا يزيد لين حد الثمالة، شيابنا في اللازم الطار عيال، وكل يوصي بالمواقف عياله. اليوم أنا رايحة عند مكان لجنة رياضة المرأة القطرية للمشاركة في مسابقة عد القصيد. كريم مدتك تغني عبيدك، ومن مدك يمدون
العطايا. كلمات جميلة سمعناها مشاهدينا الكرام من أجيال المستقبل بالتأكيد. نروح للخبر الآخر. اختتمت يوم أمس مسابقة اصفري قطر للصقور بتأهل 60 متنافس من أصل 200 في أولى مسابقات الصقور الموسمية في قطر. خلونا نشوف معكم هذا التقرير. القوة والندية أبرز ما ميز المسابقات النهائية في بطولة اصفر قطر للصقور 2017 التي بلغ عدد المشاركين فيها نحو 66 مشاركا من جملة عدد المتنافسين البالغ عددهم أكثر من 150 متنافسا في أيام البطولة الأربعة. الأمور كلها زين الحمد لله. عندنا اللي هو الثلاث فئات اللي هو فئة القرناس الحر، عندنا فئة الفرخ الحر، عندنا قرناس الشاهين. كل الشباب حريصين عليها، خصوصا ان اصلا هذا يعني من الموروث الشعبي اللي عندنا في قطر وفي الخليج. المنافسات في مراحلها المختلفة وجدت الاهتمام والجدية من قبل المشاركين، خاصة النهائية منها والتي ابرزوا من خلالها مهارات متعددة في تربية ورعاية الصقور. البطولة في ختامها قدمت فائزين جدد هذا العام شاركوا للمرة الأولى وأحرزوا مراكز متقدمة، وهو ما يؤكد اهتمام المشاركين بهذه البطولة وما تقدمه من تشجيع وتحفيز معنوي ومادي لهم. هذه أول مشاركة لي في بطولة الأصفري، الحمد لله شاركت في فئة شاهين القرناس وأخذت الأول. طبعا هذا التعب مو بتعبي، بعد تعب الربع اللي معي، احنا فريق واحد، انا ومحمد بن يوسف النعيمي، محمد بن ماضي النعيمي، احنا فريق واحد. قرانيس ابطال ولها انجازات والحمد لله، هذا اول اشتراك لها، بدايه خير ان شاء الله. بالنسبه للفروخ الحمد لله ربي وفقنا وجينا اول وثاني، واقول بصالح بيض الله وجهك على النظر الطيب، هذه الفروخ اللي تنشرى والحمد لله بشرت بخير اول اشتراك لها، يعني ان شاء الله راح يكون موسم قوي ان شاء الله. انتهت البطولة هذا العام لتبدأ مرحلة أخرى لم تكن بعيدة بطبيعة الحال عن هذه البطولة التي قدمت تجربة يتوقع أن يستفيد منها البعض في إطار استعداداتهم للمشاركة في البطولات المقبلة التي ينتظرها الناس بشغف كبير. بالتأكيد من البطولات المهمة والمهرجانات المهمة اللي دائما تعزز التراث والهوية القطرية. دائما تلقى في ناس هاجسهم هذا الشيء، الصقور والصيد والبطولات هذه، وفي ناس تلقى مثلا سيايير ومواتر، في أيضا يعني الناس عندها البحر وهل البحر وسنيار. وفي التكنولوجيا في التكنولوجيا الحمد لله أكيد. وإحنا كذلك عندنا خبر ثاني، حيث افتتح السوق البلدي الجديد داخل السوق المركزي في بوهامور، ويضم السوق محلات متخصصة في تجارة التجزئة للخضرة والفواكه والأسماك واللحوم، وقد شهد اليوم الأول من افتتاح السوق قبالا كبيرا من قبل المستهلكين نظرا للأسعار المناسبة وتنوع المنتجات الغذائية اللي دائما يحتاج كميات كبيرة، اللي يعول عائلة كبيرة، يعني دائما ننصحه انه يتجه للسوق المركزي او السوق البلدي. يعني حاليا هو مكانه نايف صوب الشبرة قبل اللي بهامور، فيعني هم ارتأوا ان فكرة الشبرة بما ان حولوها على مصلال، حولوا هذا المكان انه يكون يعني نفس سوبر ماركت كبير او سوق بلدي، بحيث ان الناس تتوجه له اذا تبي كميات كبيرة من الخضار والفواكه الطازجة. بالتأكيد وتكون بأسعار جدا مناسبة للجميع وفي المتناول. احنا عندنا ناس ينتظرونا، اي خلينا نروح حق الزملاء في النقلات الخارجية. معنا اليوم زميلين ابراهيم الجفيري وسعود المضاحكة. خلينا اول شيء ناخذ ابراهيم، نمسي عليك بالخير ونبي نعرف وين مكانك اليوم. مساء النور. طبعا انا احب اول شيء امسي عليكم واشكر جميع اللي قائمين على هذه ورشه العمل. انا موجود في كتارة، وان شاء الله تفاصيل اكثر نرجع لكم بعدين ان شاء الله. لنا عوده معك ابراهيم، وسعدنا بانضمامك معنا، واكيد لنا عوده ناخذ تفاصيل اكثر. ننتقل لزميلنا سعود المضاحك. سعود مساك الله بالخير، وينك اليوم؟
مساكم الله بالنور جميعا. طبعا اليوم متواجد في نادي الجسر الثقافي الاجتماعي لتغطية ورشة بعنوان فرق العمل والعمل الجماعي اللي قدمها الأستاذ محمد مصطفى عبد العزيز. خلكم معانا وبنرجع لكم تفاصيل أكثر إن شاء الله عن هذه الورشة. سعود قواك الله، وبالتأكيد احنا راح نرجع لكم ونبي منكم تفاصيل أكثر. احنا مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم لكن بعد قليل. سنستضيف بعد قليل السيد عمر محمد الجابر رئيس قسم الحدائق العامة في بلدية الوكرة، ابقوا معنا. ضمن خطة وزارة البلدية والبيئة للتوسع في إنشاء الحدائق العامة بمختلف مناطق الدولة، تم تدشين عدد من الحدائق في الفترة الأخيرة ما نتج عنه زيادة في المساحة الخضراء في البلاد، وذلك عبر تضاعف عدد الحدائق والمسطحات والشوارع الخضراء. حدائق تراعي حاجات روادها باختلاف أعمارهم وأجناسهم وفق أحدث الوسائل وأكثرها نجاعة في علاقة الإنسان بالطبيعة والبيئة. الشواطئ في دولة قطر هي الأخرى حظيت باهتمام وتطوير في بنيتها ومرافقها المختلفة، وأصبحت وجهة مفضلة لهواة البحر الباحثين عن فسحة في هوائه الطلق والنظيف. سعي حثيث تطمح إدارة الحدائق العامة من خلاله إلى إظهار دولة قطر دائمة الجمال بحدائقها وشوارعها لجعلها واحة خضراء يقصدها الجميع للراحة والاستجمام. مشاهدينا الكرام، تشهد مدينة الوكرة تنفيذ عدد كبير من المشاريع اللي من شأنها خدمة سكان المدينة في العديد من المجالات. تأكيد محمد، ومن هذه المشاريع العمل على تنفيذ شاطئ الوكرة للعائلات والذي يفتتح في شهر أبريل المقبل، حيث سيكون الشاطئ مساحة مميزة من الترفيه للعائلات والأسر على شاطئ الوكرة الجميل. احنا نايف، يعني انا من قريت هذا الخبر وبالتاكيد هذه الفقره رجعت لي الذكريات القديمه بالتاكيد، لانه يمكن شاطئ الوكره كان من اول الشواطئ في الدوحه اللي الناس تتوجه له بالتاكيد. لكن مشاهدينا الكرام، احنا راح نتحدث اكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا لليوم السيد عمر محمد الجابر رئيس قسم الحدائق العامه في بلديه الوكره. حياك الله معنا سيد عمر، وشكرين لك قبولك هذه الدعوه. رسيها على مرحبا فيكم، وانا اللي اشكركم على يعني حضورنا، وان احنا ان شاء الله نوفي ان شاء الله. يعني شاطئ الوكره للعائلات، بالتاكيد الناس يعني يحتاجون الخدمات الاضافيه في مثل هذه الاماكن، فلو تعطينا نبذه عن الخدمات اللي راح تكون متاحه في الشاطئ. احنا اليوم موجودين على اساس نبي نعلن عن موضوع انشاء شاطئ الوكره للعائلات، مساحة تقريبا 450 ألف متر مربع، بطول ما يقارب كيلوين ونص، امتداد هو جنوب السوق الوكرة القديم راح يمتد باتجاه الجنوب. بالفعل الوكرة محتاجة مثل هالنوعيات من المشاريع، يعني نفس ما قال إحنا الأول كان يزور شواطئ هذه ذكرياته، بس إحنا يعني شغلنا الشاطئ بطريقة احترافية. جميل جميل. طيب يعني أهم الأفكار اللي الجديدة اللي تضمنها شاطئ الوكرة. شاطئ الوكرة إحنا بعد ما راح نستغل الشاطئ، أول من ميزات الشاطئ اللي راح يقام راح يبقى على العناصر الطبيعية اللي موجودة في الشاطئ، يعني ما راح يحركون أي شيء من البحر، فراح يبقى على ما هو. على أساس يعني احنا عندنا شاطئ الوكره نفس ما انتم عارفين، بالنسبه لاهالي الوكره ووايد زوار من الدوحه يجونا يحبون الطبيعه الموجوده والرمال الموجوده في شاطئ الوكره. فقط راح تضاف لها خدمات، من ضمن الخدمات يعني خدمات مميزه راح تضاف لها ما يقارب 3 كافيتريات راح تدخل، ما يقارب 18 مبنى لدورات المياه والشاورات، كل مبنى يحتوي على 4 دورات مياه للرجال والنساء و4 شاورات. قاعد نتكلم احنا عن خدمات اللي هي يعني تخدم مرتدي الشاطئ. راح تضاف إنارة للشاطئ، شيء جديد عن الشواطئ الأخرى اللي أضيفت في الشاطئ هذا، في ممشى بطول
الشاطئ, الشاطئ نفسه لمحبين ممارسة المشي. جميل. احنا واشجار تزيينية طبعا والرقابة, وهذه من العناصر الأساسية اللي بتكون في الشواطئ. يعني ما شاء الله على شرحك هذا, وانا يعني كأني قاعد اتخيل شيء عالمي بصراحة. يعطيكم العافية, واكيد لنا زيارة خاصة تسترجع ذكرياتك. بس الحين يعني الشاطئ راح يكون مخصص للعائلات ولا؟ نعم, الفكرة الأولية احنا في السابق التجربة هذه تم تطبيقها على عدة مناطق في قطر من ضمنها الوكرة. في السابق الشاطئ اللي كان موجود عندنا بمساحة 11,000 متر مربع, حاليا 450,000 متر مربع, فشوف الأضعاف يعني بتصير, بتكون على نفس الفكرة وأفضل. ففي السابق الفكرة هذه موجودة عندنا, بس الحين بمسافة نقول أو بمساحات أكبر. يعني أنا الحين ما أخذك أنت, ما نروح إحنا مع بعض, ما ينفع. أي لازم خلاص نودي لي. هو شوف إحنا هو بالفعل فترة, إحنا على سؤالك للعائلات, أكثر مرتادي الشاطئ هذا من العوائل. صحيح. وكان ينقصهم الخدمات. البلدية كانت قائمة بدورها من حيث النظافة والرقابة, وكان في تشجير بسيط نخل وراء, بس الحين راح يصور المكان للمحافظة على سلامة مرتادي الشواطئ هذه, وبيكون يعني نقول تشغيل بأكثر احترافية من السابق. هي تحتوي على ثلاث مداخل رئيسية, وتقريبا لعدد المداخل كلها ما يقارب من الخدمات الموجودة 650 موقف سيارة, بيكون الطرق معبدة. ممكن في المستقبل إذا شفنا حاجة المرتادين ممكن خصص مدخل من المداخل لغير العائلات, وحسب الأيام الموضوع لنا مساحة كبيرة, فممكن يعني على حسب الحاجة يعني ممكن نسوي كل شيء, بس حاليا هي الشاطئ للعائلات. يعني أنتوا بنيتوا هذا المشروع وبديتوا فيه يعني على حسب حاجة أهل سكان الوكرة. صحيح. للترفيه ويعني التنظيم أكثر لعملية الدخول للشاطئ والخدمات اللي موجودة, فكيف أنتوا يعني وجدتوا هذه المساحة يعني بالنسبة للترفيه خاصة بالنسبة للعائلات؟ المساحة هذه كانت في السابق مساحة الناس ما تعرفها مهدودة يعني, فالناس بأعرافهم يستخدمونها, فارتأت يعني الدولة أن بالفعل تشغل المساحة هذه بش اسمه نقول توفير الاحتياجات اللازمة لمرتادي الحد لمرتادي الشواطئ. فإحنا فعلا لبينا احتياجات المواطنين والمقيمين, لأن بشكل أسبوعي إحنا نشوف الناس موجودة هناك ويشوون ويقعدون فترات طويلة, تنقصهم دورات المياه, تنقصهم الشاورات. صحيح. الأمن دور من أمن الجنوب موجود, بس نحن نتكلم عن أمن دائم ورقابة دائمة في المكان, نتكلم عن توفر عناصر من رجال إنقاذ يعني محلات يعني, فهي جانب مهم يعني. خبر كنا نأخذ درب لما نأخذنا أغراضهم. صحيح بالفعل يعني. والإنارة مهمة, تخيل إحنا نتكلم عن على طول المسافة كلها إنارات يعني. صحيح. طيب يعني هل أنتم مثلاً في مخطط أن تكون في ساعات مخصصة لارتياد هذا الشاطئ, تكون في مثلاً قوانين التزامات على المرتادين أنه لازم يعني أو شروط أنه لازم يلتزمون فيها وهم هنا؟ هو شيء طبيعي, أنت ما يصير تفتح مثلاً أي منتجع بدون ما تحط لوائح, فلازم اللوائح هذه لوائح تنظيمية لهدف راحة المرتادي الشواطئ هذه. بالنسبة للفتح وإغلاق, احنا في التجربة اللي طبقناها فكانت المساحة السابقة مفتوحة 24 ساعة, فما نقدر احنا نغلق المساحات هذه, فراح تكون نفس الفكرة 24 ساعة مفتوحة. يعني انتوا دائما تنفذون الفعاليات والأشياء اللي تهتم بترفيه سكان أهل الوكرة أو بشكل عام؟ يعني كان آخر الفعاليات اللي هو أسبوع قطر للاستدامة. صحيح. فلو تحدثنا عن هذه الفعالية وإذا كان عندكم بعد شيء جديد. نعم, إحنا في الوكرة مدينة الوكرة صارت عضو دائم, عندها مقعد في اليونسكو بخصوص مدن التعلم اليونسكو, فكان يعني إحنا فرصة إن إحنا شاركنا في أسبوع قطر للاستدامة. هذه يعني أبو محمد, هذه هي الصور اللي
متعلقه باسبوع قطر الاصطدام. نعم هذه الله يسلمك، هذه احنا جزء احنا في عاده التدوير كانت، لان احنا اخذنا استراتيجيه الاستدامه في اليونسكو، فاحنا نستخدم المواد اللي موجوده اللي الناس يمكن تقطها، فاحنا لا نقول ممكن نستفيد فيها، مو بس نستفيد منها الا نجعلها يعني جانب جمالي. فشوف احنا استخدمنا المواد العاديه اللي احنا نشوفها دائما في الطرقات وطبقناها في حديقه من الحدائق تو يعني تم انشائها من بلدية الوكرة، فحتى المواد كلها صديقة للبيئة، حتى الممرات اللي يشوفونها هذه عبارة عن خلط يعني رمل ومواد يعني صديقة. أشياء تجميلية يعني ما شاء الله نشوف هنا الورود يعني حتى استغلتوها بشكل جميل. كيف كانت آراء الناس معاكم على هذه الأفكار يعني؟ جدا تفاعلهم كان جدا جميل يعني معانا، كان دعم لنا إن إحنا نستمر، كان تحدي بالنسبة لنا إن نطرح أفكار دائما جديدة كل سنة. يعني إحنا في بشوف صور موجوده تحصل فعاليات مثلا عندنا اسبوع اليوم الرياضي فنسوي اشياء تتعلق باليوم الرياضي، عندنا مثل الصوره هذه شوفها لليوم الرياضي، في صوره لو يحطها لنا بتشوف سيكل ومزينين السيكل بعد هذا تزيين لليوم الرياضي، فاحنا نحاول نخلي تفاعلنا مع الفعاليات الموجوده والناس اللي عايشتها، فاحنا نعكس الصوره الجماليه للفعاليات اللي موجوده يعني، فدائما التجميل ولا الحدائق يعني فهي صوره جماليه للشيء يعني، فاحنا نعكس الصوره هذه. هذا السيكل ها؟ نعم اي هذا السيكل، شوف شلون ظهرنا لانه يوم رياضي ومع الملعب كان فيه صور مصغر الملعب يعني اجزاء صغيره في الشعار لليوم الرياضي. وقبلها كان في سياره بعد كنتوا مزينينها بالورود يعني. ايوه السياره هذه الله يسلمك كان مع اليوم الوطني، احنا جهزناها لليوم الوطني، سوينا سياره حطينا ساريات العلم ومثلنا لنا شلون المسيرة والزهور، فندخل العناصر البيئية نفسها والزراعات التجميلية مع الفعاليات نخلي ترابط. هاي العلم نفس الشيء السنة اللي قبلها سوينا علم لليوم الوطني، عندنا بعد نفس الشيء في صورة لو يحطها بعد كاتبين قطار بإنجليزي. إيه انعرضت. إيه انعرضت، فيعني نحاول نتماشى مع الفعاليات إنه فعلا تفاعل أهالي الوكرة مبسوطين يعني على التفاعل الموجود. دائما ما شاء الله يعني مدينة الوكرة تكون يعني مهتمة بالتفاصيل الخضراء في يعني سواء تسليطها على المباني أو في الحدائق، لكن بما أننا يعني نتكلم شوي عن الحدائق وأنت يعني رئيس قسم الحدائق العامة، هل في خطة لتطوير الحدائق أو لافتتاح حدائق جديدة في مدينة الوكرة؟ بالفعل الفترة الأخيرة تم تحديد عدة قصائم إن راح يتم إنشاء فيها حدائق أحياء سكنية اللي تخدم السكان المجاورين للحدائق هذه، حاليا هي الإجراءات في مرحلة التصميم وإن شاء الله الفترات المقبلة راح ترى النور يعني. وعندنا إحنا بعد حديقة أخرى اللي هي حديقة الرئيسية اللي هي منتزة الوكرة، فهي من أقدم الحدائق موجودة، فإحنا حاليا نحاول نعيد تطويرها مرة ثانية. يعني إعادة التطوير الخدمات الجهود اللي أنتم تقومون فيها يعني مشكورين عليها أستاذ عمر، هل تقومون فيها بروحكم أو في تكامل بالنسبة للجهات في معاونات من بعض الجهات معاكم؟ لو إحنا قمنا بروحنا ما رح نوصل يعني، أكيد في تكاتف من جميع الجهات إن كانت داخل الوزارة أو من الجهات الأخرى، فدائما فعلا في تعاون بين عدة جهات إن إحنا نوصل لراحة أو نقول سكان مدينة الوكرة أو من يجونا من المناطق المحيطة، فالوكرة مميزة عندهم يعني، فأساس شيء يعني شغالين عليها. إحنا بالتأكيد يعني نايف في الفترة الماضية شفنا تطوير كبير حصل لمدينة الوكرة، افتتاح مستشفى الوكرة، افتتاح مجمع زدان، افتتاح أيضا سوق الوكرة القديم، والآن بإذن الله في أبريل راح نشهد افتتاح شاطئ الوكرة. يعني بالتأكيد هذا التطوير راح يعني يدعو الناس أن أتي الوكرة وتزور الوكرة بالتأكيد، لكن هل أنتم على استعداد أن لاستقبال يعني أعداد كبيرة من يعني من أهل الوكرة وأيضا الزائرين للوكرة؟ بالنسبة للشاطئ، مساحة الشاطئ نفس ما قلنا 450 متر مربع، 450 ألف متر مربع، مساحة كبيرة يعني. بالنسبة للخدمات الثانية الحدائق العامة احنا ممكن نستقبل دائما، أساسا تجي جهات من الوكرة وأكثر جهات من برا الوكرة يطلبون زيارة الحديقة، فاحنا نستقبلهم على استعداد يعني استقبال
جميع كان داخل الوكرة ولا خارج الوكرة، وبالإضافة إحنا عندنا عدة مداخل الوكرة فتحوها شوارع جديدة، فهذه ساهمت بسهولة دخول وخروج من الوكرة يعني. وإحنا الوكرة شغالين عليها كلها إعادة تطوير يعني في المنطقة. أكيد إحنا بعد منتظرين إن شاء الله يعني المترو اللي راح يمر على الوكرة بالتأكيد، وراح يخدم مدينة الوكرة وراح يخدم قطر كلها. احنا مشاهدينا الكرام يعني نشكر السيد عمر محمد الجابر رئيس قسم الحدائق العامة في بلدية الوكرة، شكرا جزيلا لك، ويعني يعطيكم العافية، وإن شاء الله نزور الوكرة في القريب العاجل. هذا واجبنا، واحنا نتشرف فيكم ونستقبلكم في الوكرة على عين الراس. الله يحفظك. الآن مشاهدينا الكرام راح ننتقل معكم لزميلنا سعود المضاحكة اللي راح يعرفنا على أهمية تكوين فريق العمل من خلال محاضرة راح ينقل لنا هذه التفاصيل إن شاء الله من خلال هذا النقل. سعود ننتقل لك مرة ثانية ومساك الله بالخير مرة ثانية، والكلمة عندك. أرد أمسي عليكم زملائي في الاستوديو ومسي على متابعين تلفزيون قطر. طبعا حاليا متواجد، أذكركم متواجد في نادي الجسر الثقافي الاجتماعي لتغطية ورشة بعنوان فرق العمل والعمل الجماعي اللي قدمها الأستاذ محمد مصطفى عبد العزيز. ومعنا الأستاذ محمد مصطفى عبد العزيز، حياك الله، مساك الله بالخير. لو تحدثنا أكثر عن هذه الورشة ومحتواها. احنا في ورشة العمل الجماعي بنقوم بتعريف الآخرين بأهمية العمل الجماعي، وإن العمل الجماعي لا يلغي أبدا عمل الأشخاص بصورة فردية، ولكن عن طريق العمل الجماعي نستطيع أن احنا نحصل على نتيجة إيجابية أكتر، نستطيع أن احنا ننقل الخبرات ما بين الأشخاص بصورة تؤهلهم إلى التعلم والتعلم الذاتي، وبالتالي نستطيع أن نحصل على نتائج إيجابية. وإحنا هنا في دولة قطر طبعا بندعم دائما التدريب والتعليم، وبالتالي نقل الخبرات بيكون مهم جدا في هذه المرحله. زين، اذا جاء شخص يمكن ما يحب العمل الجماعي، يحب انه يشتغل بروحه، فهالوضع شو تسوي؟ احنا بنحاول بقدر الامكان، احنا في مبادئ وفي معايير معينه، وعن طريق اختبار مورينيو والتدريب والتاهيل نستطيع ان نحول هذا الشخص الذي اللي عنده انطباع سلبي لدى العمل الجماعي وان ده هيلقي قدراته وانتاجه الشخصي، ان احنا نحوله الى شخص منتج ويؤدي في جماعه بصوره ايجابيه وصوره رائعه. واهداف هذه الورشه؟ طبعا أهداف هذه الورشة أن احنا بنعلم الناس مهارات مهمة جدا لكيفية تكوين فريق، وما هي الاستبس المهمة اللي احنا نقوم بيها، أن احنا نتأكد أن كل عامل بيقوم بصورة إيجابية وفي سيمفونية، ونحن ننتقل للمراحل التي تقدم لنا مخرجات بصورة إيجابية. يعني اللي بيحضر هالورشة بيطلع منها بإيش راح تكون النتائج اللي تطلع؟ أول حاجة بيتعلم إزاي كيفية تكوين فريق عمل ناجح، وما هي المعايير المهمة جدا لأي فريق في العالم كله إن هو يقدر يكون ناجح ومنجز أيا كانت البيئة وأيا كانت المؤسسة اللي هو يعمل فيها، وبالتالي يقدر إن هو ينجز، وبالتالي إن هو يعرف إذا كان في قدامه فريق، هذا الفريق ما هي المعايير اللي ليه سبب هذا الفريق ليه ما بيحققش النتيجة المرجوة منه. يعطيك العافية أستاذ محمد مصطفى وكل التوفيق. حياكم الله. شكرا. إذا هذا ما لدينا ونرجع لزملائي في الاستوديو. سعود قواك الله ويعطيك العافية وشكرا لك ولضيفك الكريم. بالتأكيد يعني هذه الورشة راح تخدم العديد من شرائح المجتمع بالتأكيد نايف، وخلنا احنا يعني نروح إلى ضيفنا في الفقرة القادمة، لكن مشاهدينا الكرام احنا مستمرين معاكم لكن بعد قليل. سنستضيف بعد قليل السيد علي بوكمال أخصائي إرشاد وتوجيه في إدارة القبول بجامعة قطر، ابقوا معنا. مشاهدينا الأعزاء، يعني تواصل جامعة قطر استقبال طلبات الالتحاق بمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي ربيع 2018، وذلك وفقا لمعايير القبول في التخصصات الدراسية بكليات التربية وكليات الآداب والعلوم وكليات الهندسة وأيضا كليات الإدارة والاقتصاد وكليات القانون كليات الشريعة والدراسات الإسلامية وكليات الصيدلة. أكيد راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، ويسعدنا
استضافة السيد علي أبو كمال أخصائي إرشاد وتوجيه في إدارة القبول بجامعة قطر. مساك الله بالخير أستاذ ويعطيكم العافية على جهودكم. الله يمسكك بالنور. الله يعافيك. يشرفني ويسعدني وباسمي وباسم إدارة القبول بالجامعة نشكركم على هذه الدعوة ونشكر لكم هذا الاهتمام. بداية يعني سيد علي احنا نبي نعرف شلون تتم عملية القبول حاليا في يعني هذا الفصل فصل ربيع 2018 ومتى راح ينتهي موعد التقديم؟ طبعا احنا عندنا خلال العام الدراسي كامل عندنا فترتين قبول اللي هي فترة الخريف وفترة الربيع. حاليا نستقبل طلبات فترة الربيع اللي دراساته تبتدي في شهر 2/2018. حاليا فترة التقديم متاحة إلى تاريخ 7 نوفمبر من هذا الشهر، وتسليم المستندات مستمر إلى تاريخ 9 نوفمبر. خلال هذه الفترة الطالب يقدم إلكتروني على موقع الجامعة، يختار التخصصات اللي هو حاب يلتحق فيها، يرتبها حسب الأولوية، ويتم تسليم المستندات خلال نفس الفترة. خلال شهر 12 القادم راح يعرف الطالب إذا انقبل في هذه الكلية أو لا. بعدها راح يتم إعلامه بموعد اللقاء التعريفي اللي راح يقام في أول شهر 2 من السنة القادمة قبل الدراسة حوالي بأسبوع. يعني على طاري أن الطالب يكون عرف أنه يعني راح يتم قبوله في الكلية اللي بيها ولا غيره، بالتأكيد يعني في معايير في شروط لازم تكون صحيح. متوفرة فيها الطالب، فشنو هي أهم الشروط والمعايير اللي أنتم يعني تفضلونها؟ طبعا المعيار الأول والأخير اللي هي النسبة الثانوية. النسبة الثانوية هي اللي تحكم قبول الطالب من عدمه. وطبعا المعيار الأول والأخير اللي هي طبعا المقاعد اللي هي طبعا تحكم عدد الطلاب المقبولين في كل فصل، وتكون الأفضلية للنسبة الأكبر يعني. بالضبط. حاليا احنا طبعا بعد باكر راح تنتهي فترة التقديم. طبعا الأولوية مش بالتقديم، الأولوية حسب النسبة الأعلى، فلا زال للطلبة عندهم فرصة أنهم يقدمون للفصل القادم. ويعني لازلتوا بالنسبة لأدبي وعلمي أو بالنسبة لفروع الثانوية العامة ولا نفس النسب تكون يعني في الجانبين؟ جميع النسب أو نفس الجانبين، سواء كان علمي سواء كان أدبي من المدارس المستقلة أو من المدارس العالمية والدولية. طيب يعني مبدأ المنافسة بين التخصصات أو بين المتقدمين للتخصصات المختلفة شلون راح يكون وشنو هي معايير المنافسة هذه؟ معايير المنافسة تحكمها القدر الاستيعابية في الكلية، فالكلية تقبل النسب الأعلى حسب المقاعد المتوفرة عندها. طبعا هناك نسبة أدنى للقبول، إذا طالب حقق هذه النسبة الأدنى واللي هي تعتبر 70% في الثانوية العامة بالنسبة لجميع الكليات ما عدا كلية الطب اللي هي تقبل من 85% فما فوق. فإذا طالب حقق هذه النسب يقدر أنه هو يقدم مستنداته للتنافس. بعدها راح ينظر في طلبة، وطبعا الأولوية نفس ما قلت لكم للنسبة الأعلى حسب القدرة الاستيعابية الموجودة في الكلية وحسب عدد المقاعد. يعني بصراحة خضنا التجربة وعملية التسجيل، فأنا اللي أذكره أنه يعني مثلاً إذا كنت أنا بيدخل مثلاً كلية الإدارة وبعدها تكون لي رغبة ثانية مثلاً كلية الإعلام وغيرها من الكليات، فلو تشرح لنا هذه الآلية بتفاصيل أكثر. طبعاً خلال فترة التقديم أو في تقديم الإلكتروني يسمح للطالب أنه يختار 5 رغبات. ال5 رغبات هذه عبارة عن 5 كليات الطالب يرتبها حسب الأولوية. ففرضاً إذا ما انقبل مثلاً في الرغبة الأولى راح يشوفون المقاعد في الرغبة الثانية وتنافس في الرغبة الثانية. يتم التحويل بشكل تلقائي للكلية اللي حطها في الرغبة الثانية. بشكل تلقائي صحيح. فالطالب أحياناً ممكن ينقبل بتخصص هو ما يكون هدفه الأول، لكن في النهاية إن إحنا نبي نضمن القبول للطالب حسب التخصص اللي يختاره. في حلول أخرى لو مثلاً قبل في كلية هو يعني يمكن ما كانت الهدف الأساسي بالنسبة له. طبعا يتم التعامل مع هذه الحالات بحيث ان احنا هناك لجنه تكون في اداره القبول لاستقبال الشكاوي او لاستقبال التظلم، بحيث ان في طلاب حابين انهم يعرفون نسبهم الثانويه بالضبط ايش قد، الكليه اللي انا قدمت عليها من كم اقبلت، فاحنا من واجبنا ان احنا نوضح هذا الشيء للطلاب ونعطيهم الحلول المقترحه البديله. طيب لنفرض ان الطالب مثلا ما خذته الكليه كاختيار اول، مثلا كانت كليه الهندسه ما وافقوا عليه، خذوا الكليه الرغبه رقم 2 مثلا كليه الاداره والاقتصاد، وخذ كم ماده في كليه الاداره والاقتصاد، هل بعدين يقدر يحول ويروح
على كلية ثانية أو تخصص ثاني، ولا لازم التخصص في نفس الكلية؟ طبعا الطالب أول ما ينقبل على تخصص معين داخل الكلية، بعدها خلال السنة الدراسية هناك فصلين، في كل فصل هناك فترة لتغيير التخصص. الطالب بإمكانه أنه يغير التخصص من كلية إلى أخرى، سواء كانت كلية علمية أو إن كانت كلية أدبية. فإذا الطالب كان مثلا في المرحلة التأسيسية ولم يتخصص، يقدر أنه يحول إلى كلية أدبية ما تطلب البرامج التأسيسي بإمكانه، لكن هناك شروط. طبعا الطالب لازم يجتاز 24 ساعة، ما يقدر بسنة كاملة، معدل 2.5 من 4 كمعدل تراكمي، بشرط أن الطالب ما يجتاز حتى 60 ساعة من الخطة الدراسية. إذا الطالب يجتاز 60 ساعة فهو نفس ما نقول يعني تعمق في التخصص، فما يقدر يبدله من تخصص إلى آخر. أوكي، بس إذا هو مثلا رغبته يعني يقول لك مثلا أن أنا خلاص أنت تحسبوا لي 24 ساعة وأنا بحول، اللي هي 24 ساعة الاختيارية مالت الجامعة، وأنا بحول وبقعد أكثر في الجامعة، يعني إذا هو مثلا عنده الرغبة ما عنده مشكلة. صحيح، الرغبة على توافق الجامعة. صحيح، هناك لجنة تكون في كل كلية. أيضا التحويل تطبق عليه شروط التنافسية اللي هي حسب القدر الاستيعابية في الكلية، وأيضا راح ينافس الطلاب اللي راح يحولون من كليات أخرى إلى الكلية اللي هو حاب يحول عليها. فالنسبة الأدنى هذه 2.5 من 4 الطالب بيقدر يحول من خلالها من كلية إلى أخرى، أو أنه يقدم طلب التحويل. بعدها ينظر حسب التنافس وحسب عدد المقاعد المتوفرة. يعني لازم نوضح هني أن بالنسبة للانضمام للجامعة لأول مرة ينظر بالنسبة للنسبة الثانوية، وبالنسبة لطلب تغيير التخصص لما يكون هو دارس بشكل رسمي في الجامعة. صحيح. فهني ينظر بالنسبة للمعدل التراكمي أن يكون فوق 2.5، فوق 2.4. وكل ما كان أعلى كل ما كان طبعا أفضل وأفضل. بالتأكيد يعني شيء مهم بالنسبة لطلابنا التركيز على هذه الأمور. ننتقل لموضوع بشكل عام، تعريفكم لطلاب الثانوية العامة، هل في زيارات في برنامج أنتم تتخذونه لتعريف طلاب الثانوية العامة على التخصصات وفرص الانضمام لجامعة قطر؟ طبعا احنا في قسم إرشاد التوجيه من مهامنا اللي هو الوصول لطالب المرحلة الثانوية. شغلنا مقسم إلى عدة مواسم، حالياً إحنا في موسم الزيارات المدرسية. الزيارات المدرسية إحنا نحاول إن إحنا نغطي جميع مدارس الدولة، مدارس مستقلة البنين والبنات، وأيضاً نحاول نغطي المدارس الدولية والمدارس العالمية. خلال هذه الزيارات إحنا نلتقي بالطلاب، ونلتقي طبعاً بالتعاون مع المرشد الأكاديمي اللي تابع للمدرسة، بحيث إن إحنا نلتقي في الطلاب ونعرفهم على شروط التخصصات، ونعرفهم أيضا على التخصصات المتاحة، ونجاوب على جميع استفساراتهم على جميع أسئلتهم. طيب يعني نبي نتكلم شوي عن آلية استقبال مثلا الشكاوي أو طلبات التحويل، شلون راح تتم؟ هل هي أونلاين عن طريق الموقع، ولا لازم يجون عندكم في مبنى القبول؟ بالنسبة للشكاوي بإمكانهم أنهم يزورون مبنى القبول والتسجيل. بما يخص طبعا الشكاوي او اذا طالب مثلا ما انقبل في كليه معينه، فبامكانه انه يزورنا في مبنى القبول والتسجيل ويقدم طلب يدوي، ويتم الرد عليه عن طريق مكالمه هاتفيه، عن طريق رساله، عن طريق الجوال. بالنسبه او تغيير التخصص من كليه الى كليه، فيتم التقديم عن طريق الموقع الالكتروني، عن طريق الحساب الخاص بالطالب. هناك طبعا يوزر نيم، هناك رقم سري خاص لكل طالب بالجامعة، فهو يدخل عن طريق هذا الحساب ويغير من كلية لكلية. هي خطوات سهلة لكن تخضع طبعا لمعايير معينة حسب القدرة الاستيعابية. ما أدري إذا كانت عندك الصلاحية وعندك الفكرة أستاذ علي، بالنسبة للطلاب اللي تضرروا من دول الحصار، يعني لين الحين في الإمكانية لاستقبال الطلاب ويعني النظر في مواضيعهم؟ طبعا مكاتبنا من طوال الأسبوع مفتوحة للطلاب المتضررين. هناك لجنة إلى الآن موجودة وتدرس حالاتهم. هناك طلاب من المتضررين حاليا يدرسون في جامعة قطر، وأيضا يتم النظر خلال موادهم والمقدرة حسب تعديل أو معادلة المواد اللي درسوها في
جامعاتهم القديمه ومعادلتها في الجامعه، فهناك الاجنبي. هل كان في رضا بالنسبه لهم؟ يعني انتم مثلا طلبتوا من عندهم مواد اضافيه او شيء من هالقبيل، هل كان في تعاون من الطرفين يعني؟ طبعا الطالب نفس ما اقول لك يعني هو ما ينلام، جايك الطالب يعني مكمل ساعات كثيره وكان مقرب على التخرج، فجاه انت تقول له انت لازم تدرس وراح يتم النظر في حالتك. فاحنا كان في صعوبه ان احنا نوصل هذه الفكره للطالب، لكن فور ان الطالب دخل الصفوف الدراسيه وكمل دراسته، حاليا ينظر للامر بشكل اهدأ، وحاليا الجامعه يعني شغاله بجانبها الاكاديمي وجانبها الاداري على توفير كل سبل الراحه بالنسبه لهذا الطلاب. طيب سيد علي، يعني اهميه ان يعني تم التواصل مع الطالب أول بأول في الفترة الأولى خصوصا فترة القبول، بحيث أنه ما يعني تكون عليه مثلا متأخرات بعدين، أو مثلا يدخل في ياخذ مادة وهي تفتح له مادة ثانية. فيعني لازم البداية تكون بطريقة صحيحة، وهذا أكيد دوركم أنتوا في توجيه الطالب وأيضا قبول الطالب، صحيح؟ وهذه أيضا مرحلة من مراحل القبول، ألا وهي لقاء التعريفي للطلبة الجدد. طبعا بعد ما ينقبل الطالب، بعد ما يعرف أنه هو مقبول في الكلية المعينة مثلا، الطالب راح يتم إعلامه باللقاء التعريفي الخاص بالكلية اللي هو التحق فيها. خلال فترة اللقاء التعريفي، واللقاء التعريفي لقاء جدا مهم، وهو مكمل لقرار القبول. بمعنى إذا الطالب ما حضر اللقاء التعريفي بإمكانه أن يضيع عليه هذا القرار. اللقاء التعريفي أو في خلال اللقاء التعريفي الطالب راح يتعرف على سياسات الجامعة، راح يتعرف على الخدمات المتاحة في الجامعة، وراح يتعرف على موظفين هؤلاء الخدمات وممثلين المراكز والإدارات، أيضا راح يتعرف على مباني الجامعة من خلال جولة الحرم الجامعي. والنقطة اللي ذكرتها أخي محمد، الحين الطالب راح يسجل مقرراته بالتعاون مع المرشد الأكاديمي اللي تابع لها في الكلية، وهذه من الفقرات المهمة في اللقاء التعريفي. راح يتعرف على الخطة الدراسية بالكامل، راح يتعرف على المواد اللي راح يسجلها من أول فصل، والمرشد الأكاديمي ما راح يلتقي فيه فقط في اللقاء التعريفي، هو راح يتم معاه خلال سنوات الدراسة كامل، راح يتواصلون مع بعض الطالب والمرشد الأكاديمي، وخلال فترة كل فصل راح يكون هناك لقاءات بينهم، عرض الخطة الدراسية، إيش التحديثات على هذه الخطة الدراسية، إيش المواد اللي لازم الطالب يسجلها، إيش اللي لازم ما يسجلها. يعني هل اللقاء بقسم الإرشاد الأكاديمي، ودائما يعني يكون في مرشد أكاديمي خاص بالنسبة للطالب، هل هذا الشيء يكون إجباري أن الطالب يروح ويراجع بين فترة وفترة؟ لأن يعني أذكر الأيام هذه، وأذكر في طلاب يقولون لا إحنا نعرف، لا هذه بيتخرج أكاد بيعطينا الخطة بيعلمنا، يعني تحسهم بينهم بين بعض قاعدين يرتبون الموضوع ويسجلون مواد مع بعض يمكن بشكل خاطئ، لأن يمكن أخذ مادة لسنة ثالثة وهو في سنة أولى، يعني يكون مثلا ما لها متطلب وغيره. فهل الموضوع إجباري للالتحاق بالنسبة لقسم الإرشاد الأكاديمي؟ طبعا الموضوع لنكون صريحين هو مو بإجباري بشكل عام، لكن الطالب راح يتضرر بشكل كبير إذا مثلا سجل مادة هو يمكن ما يعرف أن هذه المادة ضمن خطته الدراسية، فجأة يتفاجأ أنه والله أنا كنت مسجل عدد ساعات معين، ليش نحسب لي هالعدد من الساعات؟ فلقاء المرشد جدا هام، حتى لو خذ مثلا نصائح طلاب أقدم منه بحيث أنه يعرفون هذه الخطة الدراسية أو عارفين كيف يسجلون المواد، المرشد الأكاديمي عنده أحدث خطة دراسية، عنده الخطة الدراسية المحدثة أول بأول. الطالب مع الأيام راح يشوف نفسه أنه هو يقدر يسجل هذه المواد أو يعتمد على نفسه، مع الأيام هو راح يكتشف هذه، لكن في أول الدرب دائما ننصح الطلاب أنه لازم تلتقي بالمرشد الأكاديمي، لا تستمع لأي نصائح، التقي بالمرشد الأكاديمي واعرف جميع التحديثات بالخطة الدراسية. يعني بالتأكيد شيء مهم جدا. والله أنا ما أخفي عليك محمد، تدري في مواد فترة شيء ما حاسبت لي ويا تراجع مع المرشد الأكاديمي طلع لنا هي نفس المعاناة كانت. بالتأكيد شيء جدا مهم، ودائما يعني نأكد على نقطة الإرشاد الأكاديمي نتابعه. صحيح، يعني ما يأخذ وقت حتى وايد. صحيح، ودائما مكتب الإرشاد الأكاديمي فاتح،
لجميع الطلاب واشخاص جدا جدا متعاونين. احنا يعني نشهد على هذا الموضوع بالتاكيد. انا اتذكر في اخر سنتين كنت اتوجه الى المرشد الاكاديمي اول سنتين ما يعني توجهنا له ودخلنا في العديد من المطبات في جامعه ديطار. بالتاكيد يعني احنا نشكر السيد علي بكمال اخصائي ارشاد وتوجيه في اداره القبول بجامعه قطر. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. ويعني نتمنى من الطلاب ان صدق يتوجهون الى الارشاد الاكاديمي بحيث انه يبتدون صح وينتهون صح في جامعه قطر. بالتاكيد الله يعطيكم العافيه ما قصرتوا وان شاء الله نكون فدنا المتابعين بقدر الامكان ان شاء الله وبالتوفيق لهم ولكم ان شاء الله. مشاهدينا الكرام نروح معاكم الى الزميل ابراهيم الجفيري اللي بينقل لنا تفاصيل ورشه عمل الخط الكوفي من كتاره. ابراهيم نمسي عليك بالخير مره ثانيه والكلمه عندك تفضل. مساك الله بالخير نايف، مساك الله بالخير محمد. طبعا امسي اكيد على الساده المشاهدين وين ما كنتوا تشوفون شاشه تلفزيون قطر. حاليا احنا متواجدين في كتاره والحي الثقافي كتاره وبالتحديد استديوهات كتاره للفن، وراح نتكلم عن ورشه عمل بعنوان الخط الكوفي الفاطمي بين الاصاله والحداثه، واللي راح يكلمنا اكثر اكيد هو الفنان الخطاط الفنان عمار الدسوقي. نرحب فيك استاذ عمار. يا أهلا وسهلا بالأخ إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر بداية تلفزيون قطر على هي التغطية وعلى هي الجهود الجبارة. بالنسبة للورشة رح نبلش نحكي عليها إن شاء الله، ونحن جاهزين لأي تفصيل إذا حبيت. شكرا شكرا لك. طيب أول شيء كلمنا بشكل عام يعني ما هو الخط الكوفي أو ما هو الخط الكوفي الفاطمي نفس ما يقولون؟ تمام، خلينا نحكي عن الخط الكوفي بشكل عام. الخط الكوفي يعد من أقدم الخطوط. طبعا بداية كان انطلق من مكة مع بداية الرسالة السماوية، بعدين انتقل إلى المدينة ومنها إلى كل الأصقاع. لفظة طبعا وانتقل بعدين إلى العراق، وكان للعراق أهمية كبرى وخاصة في مدينة الكوفة ومن ثم البصرة، فلفظة الكوفي نسبة إلى الكوفة. ومعظم الخطوط الكوفية أحيانا تأخذ يعني نصيبا من إما من يضع موازين وقواعد من الناس، أو إما أن تأخذ من اسم المنطقة. فعلى سبيل المثال مثلا الخط مثلا القيرواني الموجود في قيروان، أو الخط النيسابوري في نيسابور، أو الخط الأندلسي في الأندلس. الخط الكوفي كان له نصيب من الفاطميين اللي كانوا موجودين في مصر، ويعتبر الخط الكوفي الفاطمي من أجمل الخطوط، في مساحات من الجمال رائعة جدا طبعا. ولذلك اخترناه ليكون هو عنوان ورشة مطولة إن شاء الله. إن شاء الله يعطيكم العافية. صراحة أنا شفت بعض الأعمال اللي قدمتوها بصراحة فنية جدا. طيب أستاذ فنان عمار كلمني شنو اللي راح تقدمونه من خلال هذه الورشة؟ يعني هذه الورشة شو اللي راح تقدمه للناس؟ تمام، نحن طبعا بداية منقدم الورشة من خلال محاور. محاور الورشة منعرف طبعا الطلاب والطالبات على الخط الكوفي الفاطمي كهو كخط هندسي. طبعا يرسم رسم ولا يكتب، تمام. في بعض الأمور بأنه مثلا الخط الكوفي له قواعد بيتعلم الطالب، ثم ينتقل إلى مثلا بعد رسم الحروف إلى توصيل الحروف لكتابة مثلا جملة بسيطة، ومن ثم ندخل في التعقيدات إلى التراكيب و إكمال العمل الفني بشكل كامل. ما شاء الله يعطيكم العافية. طيب بالنسبة حق التسجيل، يعني الناس إذا جات تبي تسجل كيف شلون عن طريق إيش؟ يعني مجرد أنها تجي تسجل ولا في أماكن تتواصل معاها؟ تمام، طبعا هذا الجهد الرائع يلي قامت فيه كتارة، الحي الثقافي كتارة، بعملية طرح ورش تقدم بشكل أكاديمي. تمام، يتم التسجيل من خلال الموقع الويب سايت. طبعا بيكون على الويب سايت رقم مرفق مع الإعلان، من خلاله بيتم التواصل، أو عن طريق طبعا الإعلان اللي موجود في السوشيال ميديا سواء الفيسبوك الإنستغرام كل مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا شكرا. وفي أسألك الحين بالنسبة حق شلون شفت الإقبال أو ردة الفعل، خاصة أن مثل هذا الفن يعني أنا ما أشوف يعني أو قلة من الناس اللي تحب هذا الخط، فأنت شلون شفت الإقبال في معرضك؟
والله أو في الورشة؟ بالنسبة للخط الكوفي نحن طرحنا عناوين في الماضي كان الإقبال جيد جدا تمام. أما بالنسبة لموضوع الخط الكوفي طبعا الناس في بداية الأمر تستهجن يعني هذه الأسماء، لكن بعد الورش اللي قدمناها الفضل لله الإقبال أكثر من رائع، بلش في حب شديد لهذا النوع من الخطوط تمام. عدا عن ذلك الخط العربي بشكل عام هو ثقافتنا حضارتنا هو حياتنا، فلازم يستحق الاهتمام تمام. ومثل ما عم نلاحظ هلأ بلش الخط العربي يدخل في كتير من مناحي الحياة، يعني لم يعد فقط للثقافة. شكرا لك الفنان عمار على هذه المعلومات القيمة، وطبعا نرجع حق الزملاء في الاستوديو هذا اللي كان عندنا اليوم، وإن شاء الله نشوفكم في وقت ثاني. إبراهيم قواك الله ويعطيك العافية، شكرا لك ولضيفك الكريم. بالتأكيد نايف الخط الكوفي من أجمل الخطوط العربية بالتأكيد، ويعني احنا نتمنى أن في يوم من الأيام ندخل ورشة بحيث أن نتعلم طريقة الخط الكوفي، يمكن مر على الفنان عمار بالتأكيد. ممكن يعني احنا دائما كنا نعاني من هذه الأمور، ودائما تحاول تحسن خطك حتى مرات تشك في القلم تغير القلم علشان الخط يكون أفضل. تقول يمكن يضبط مع هالقلم. يمكن يلعب مني من القلم. بالتأكيد مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم وبفقراتنا، وأكيد عندنا فقرة أخيرة ولكن بعد قليل. سنستضيف بعد قليل السيد مبارك محمد الكعبي رئيس مهرجان برزان التراثي الثاني. ابقوا معنا. كغيره من المراكز الشبابية في دولة قطر يلعب مركز شباب برزان دوراً مهماً في جذب الشباب ورعايته، معتمداً في ذلك على سلسلة من الأنشطة المتعددة تواكب استراتيجية وزارة الثقافة والرياضة، وتعمل على استقطاب الشباب وتنمية مهاراتهم عبر أنشطة ثقافية وعلمية اجتماعية ورياضية ومهرجانات متنوعة ومعسكرات ورحلات خارجية. ولأن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة أصبحت تستحوذ على وقت الكثيرين من الشباب، أخذ مركز شباب برزان على عاتقه مسؤولية كبيرة تتطلب ضرورة البحث عن وسائل جذب حديثة من أجل استقطاب الشباب أوقات فراغهم عبر أنشطة وفعاليات هادفة ومفيدة ومشجعة على تعلم القيم والتراث، بالإضافة إلى العادات والتقاليد القطرية الأصيلة. مشاهدينا الكرام النشاط في مركز شباب برزان لا ينتهي من خلال فعاليات تحقق أهدافها المتنوعة وتعبر عن رسالة المركز ورؤيته. تأكيد نايف من بين فعاليات المركز الهامة مهرجان برزان التراثي الثاني، واللي يتضمن العديد من الفعاليات المميزة اللي بيطلعنا عليها السيد مبارك محمد الكعبي رئيس المهرجان. حياك الله معنا سيد مبارك، وشاكرين لك على قبولك هذه الدعوة. الله يجزاك خير. يعني قبل نتحدث عن النسخة الثانية، يعني يا ريت لو تعرفنا عن المهرجان بشكل عام وأهم الأشياء اللي تكون فيه. المهرجان عبارة عن مهرجان تراثي امتد على 3 أيام، يبدأ عندنا من تاريخ 23 و24 و25، حاولنا يكون يعني في فترة بعد الامتحانات لأن إحنا مستقصدين الفئة كبيرة من الطلاب. يمديهم يخلصون ويجودنا إن شاء الله. المهرجان عبارة يعني عن الفعالية الرئيسية فيه مزاين الحلال، بتكون يوم الجمعة، الافتتاح بيكون الخميس، والجمعة الفعالية الرئيسية هي حق الحلال المشارك فئة السوريات. وفي على هامش المهرجان فيه معارض منظمينها مثل الأسر المنتجة، عندنا جهات كثيرة مشاركة في المهرجان مثل مركز نوماس، مركز فتيات برزان، عندنا جمعية قطر للرياضات اللاسلكية، عندنا الحرفيين اللي يشتغلون على الأشياء التراثية، عندنا شباب بعد هاوين التحف والآثار القديمة، فعندهم معارض، فمسوين يعني على هامش المعرض
ألعاب شعبية، في الفعاليات يعني كثيرة الشعبية اللي تخص المهرجان. طيب سيد مبارك، يعني نبي نعرف شنو الجديد في النسخة الثانية؟ الجديد طال عمرك السنة فتحنا حق أخواننا الخليجيين المشاركة في المهرجان، فراح يكون لهم شوط إن شاء الله. العام كان مقتصر على المشاركة لإنتاج محلي بدولة قطر، السنة إن شاء الله فتحنا لهم شوط، وما شاء الله تسجيل لنا الحين فاق التوقعات، وحماس ومنافسة كبيرة تنتظرهم إن شاء الله. فتحنا لهم شوط ونقول لهم يا هلا ومرحبا فيكم. يعني ذكرت خلال حديثك أستاذ أنه بتكون في فعالية للمزاين، فلو تعطينا تفاصيل أكثر بالنسبة لهذه السنة. فئة المزاين احنا مختصين في الحلال فئة السوريات، هي تمتد على يوم كامل، راح تكون عبارة عن 5 أشواط، في شوط جذع وشوط جذعة وشوط ثني وثنية، وفي شوط الخليجي اللي هو يسمونه إنتاج المراح، يعني 3 جذعات بتكون. هذه عاد الأمور يعرفونها أهل الحلال المختصين فيها، أنا ما أبغي أخوض فيها بالتفاصيل، لكن بتكون على فترة يوم كامل. 4 أشواط بتكون حق الإنتاج المحلي اللي خص دولة قطر يعني، والشوط الخامس اللي هو مسموح فيه المشاركة حق الخليجيين وحق إخواننا بعد من الدوحة. طيب الجهات اللي متعاونة معاكم في يعني إقامة هذا المهرجان، مهرجان برزان الثاني؟ الجهات نفس ما قلت لك طال عمرك، احنا عندنا المهرجان يوم الجمعة بيكون هو الحدث الرئيسي اللي هو المزايا الحلال. كذلك الجهات اللي برا عندنا مركز نوماس جزاهم الله خير، مقصرين جايبين لنا بيت شعر، جايبين لنا عرضه شعبية، وتخبر المركز يدرب اليهال على الأشياء التراثية القديمة مثل ركوب الخيل، ركوب الهجن، بشلون يسوون القهوة، شلون يصبونها، من ذا الأمور ذي يعني اللي تخص الأشياء التراثية. عندنا المركز بعد جزاه الله خير مسوي مسابقات حق الأطفال وحق الكبار بعد، عبارة عن أسئلة تراثية وثقافية يوزع فيها جوائز. يعني المهرجان خلينا نقول ملخص بشكل عام يختص بالتراث، يعني مستهدف التراث أغلب شيء، يعني بيكون فيه المعارض اللي بتكون موجودة، حتى مركز مواتر بعد مشارك معانا راح يكون في عرض للسيارات الكلاسيكية القديمة، ففي كذا جهة والله يعني مشاركة على هامش المهرجان. يعني أستاذ محمد، أستاذ مبارك الكابي، السنة اللي طافت كنت نائب رئيس المهرجان، هذه السنة أنت الرئيس، وانت يعني محضر النسخة الثانية وعايشت في النسخة الأولى، كيف كان الإقبال في النسخة الأولى وهل تتوقع أن يكون أكثر هذه السنة؟ نفس ما قلت نعم، العام كان ويانا الله يذكره بخير حمد المناعي، والسنة اعتذر لأنه يبغي يشارك، فما قلنا له ما يصير رئيس ويشارك فاعتذر وبيشارك في المهرجان. العام والله كان الحضور جدا طيب فاق التوقعات، حتى المركز لما جينا جزاهم الله خير، احنا جينا وطرحنا عليهم الفكرة فكانوا شوي يعني مش يعني متخوفين من الإقبال أو كذا، فقلنا لهم لا إن شاء الله بإذن الله أنتوا جربوه السنة وشوفوا، ففعلا يعني جربوه ولاقى يعني نجاح كبير كبير وحضور قوي يعني. فالسنة من خلص المهرجان وهم يكلمونا مثل المهرجان الثاني، يعني متحمسين له وجزاهم الله خير متعاونين معانا، فعلا من خلص المهرجان الأولي وإحنا من 3-4 شهور أو أكثر نشتغل على المهرجان الثاني، تخبر تحاول تلافى أخطاء النسخة الأولى وإضافات حق المهرجان في النسخة الثانية، وإن شاء الله من على ما قال يكون في إضافة السنة هذه إن شاء الله. طيب يا سيد مبارك، خلنا شوي نفصل الفعاليات اللي موجودة في المهرجان، يعني ذكرت أن مركز نوماس أيضا مشارك معاكم في المهرجان، بالتأكيد هناك العديد من الفعاليات المقامة في يعني من ضمن هذا المهرجان بالتأكيد. نعم نفس ما قلت لك طال عمرك، عندنا مركز نوماس، مركز نوماس عندهم جزاه الله خير يبين لنا بيت شعر، وفيه فرقة شعبية، وفي عندهم ناس وشباب مختصين يدربون الشباب الصغار على مثل ما قلت لك الصقارة الطير، على ركوب الهجن، على ركوب الخيل، على شلون يصب القهوة، شلون يسوي القهوة، شلون على ما يقولون السنع في المجالس، ومن هالأمور هذه اللي تهم الشباب الصغار. عندنا مركز فتيات برزان ايضا يعني مسوي له مثل الاسئله ومسوي له برامج كلها اسئله تراثيه تخص التراث، وهناك راح جوائز راح توزع على الجمهور، في الالعاب الشعبيه موجوده، في الهجن بعد
جايبين لنا بعد أفرس من الفروسية حق الركوب حق الأطفال. يعني مثل هو ما تقول معرض على هامش المهرجان الفعالية الرئيسية. والعام يعني وجهنا دعوات حق المدارس إنه يجونا، وفعلا كان في حضور من المدارس، كان صادف يوم الخميس فجونا المدارس وشافوا الفعاليات الموجودة. أستاذ مبارك، دائما خلال حديثك ركزت بشكل كبير على بالنسبة لعيالنا وعلى الفعاليات الخاصة فيهم. لو جيت بتقنع أحد أولياء الأمور إنه يزور المهرجان، يعني بتقول لنا إحنا عندنا فعاليات بنعلم وبنسوي وبيتعلم أشياء بالنسبة للمجالس، أشياء حتى بالنسبة للفروسية وغيرها، فسبب تركيزكم على هذا الجانب، فلما أنت مركز في رسالة معينة في رأي معينة، كيف بتوضحها لولي الأمر علشان يجيب عائلته وأبنائه؟ والله شوف، إحنا يعني على ما نقول في الفترة هذه افتقدنا شوي يعني الأمور أو عيالنا يعني شوي سلكوا مع التكنولوجيا وذي، خربتهم شوي عن حياتنا أجدادنا وأبانا التراثية. احنا حاولنا في المركز او مركز نماس جزاهم الله خير يرجعون شوي من اللي افتقدوه الشباب الصغار، نفس ما قلت لك شغله وشوي تخبر التكنولوجيا وذل السوشيال ميديا وذي. فالحين على ما قال شوي يعني المركز جزاه الله خير، الحين اللي جاك الولد اللي هو يعرف يسنع الكهوة، يعرف يصب الكهوة، يعرف يصقر الطير، يعرف يشل الطير، خلونا هو اللي حضر لي هو. نعم، هو يضبط الأمور كلها، يطلع من الدورة متخرج بشهادة طالع من المركز، يعرف يركب الناقب، يركب الخيل، من ذا الأمور دي. حتى الرزيف عندهم هم دورات، عندهم الغوص، الرماية، يعني هذه الأمور كلها اللي افتقدناها شوي في هالفترة هذه. بالتأكيد يعني أمور تعزيز الهوية والثقافة بالتأكيد شيء مهم جدا ونحتاج. يعني شكلي بجيب انا اخوي معاكم وايد قاعد ابد ابرك الساعات ابرك الساعات. احنا بس يعني نتمنى ان تنظرون في فكره ان المهرجان يطول اكثر من يعني 3 أيام. والله يا اخي هي تخبر المراكز الشبابيه يعني عندها فعاليات وايد، فهذه جزاهم الله خير هم وايد برامجهم، هاي من ضمنها المهرجان هذا برزان التراثي الثاني. والمهرجان ما شاء الله مكلف ميزانيه كبيره، فهم الله يجزاهم خير صابرين علينا ومتحملين. أنا تخيل نتكلم شوي عن الجوائز المهرجان بالنسبة حق المزاين 5 أشواط، مثلا عندنا 5 سيارات راح توزع. أي نعم، فالمركز الأول راح يحصل على سيارة على كل فئة، في جوائز نقدية بتكون من الثاني إلى الخامس، في شهادات تكريم من السادس إلى العاشر، ففيه عليهم ضغط وعليهم ميزانيه شوي ثقيله. بالعكس عليهم اقبال، خلينا نقول اي بالعكس لا هم تشجعوا بالعكس من شافوا النسخه الاولى يعني ما عندهم مانع. وعلى ذكرك للاخ احمد المناعي نقول له فالك التوفيق ان شاء الله. يستاهل ابو خلف، هو ابو خلف مرشح وان شاء الله الله يوفقه والرابع جميع ان شاء الله. السيد مبارك محمد الكعبي رئيس مهرجان برزان التراثي الثاني، احنا نتمنى لكم بالتاكيد كل التوفيق وشاكرين لك تواجدك معنا اليوم. الله يجزاكم خير، وانا سعيد الاستضافه واشكركم. احنا سعد بالتاكيد مشاهدينا الكرام وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، لا يسعنا الا نذكر بموقع التواصل الاجتماعي الخاصه بتلفزيون قطر اللي هي قطر تلفزيون موحده على جميع المنصات، وكذلك موقعنا الالكتروني qtv.qa تقدرون تتابعون فيه جميع ما يعرض على شاشه تلفزيون قطر. احنا وصلنا الى ختام الحلقه مشاهدينا الكرام، شكرا لكم لطيب المتابعه وإلى اللقاء.